أو لأن السلام عليكم، معك جريدة صحبة الفرج المغربية، بغينا نعرفوا كيفاش وقعت هذه الجريمة هذه، شنو الأسباب ديال الجرائم؟ بالنسبة لي أنا ما كنتش حاضر يلاه جيت، ولكن اللي بغيت نقول لك يعني شنو هو السبب اللي وقعت هذه الجريمة؟ يعني السبب شنو هو؟ هي راه البطالة، يعني حنا راه عندنا وزينات شركات هنا في قنيطرة، والدراري ديال البلاد الدراري ولا قنيطرة حتى واحد ما تيخدم، فهمتيني؟ هادشي اللي تيخلي الشباب يتشغلوا هادشي ديال القتل والعنف والمخدرات. انا راه تنطالبوا من السلطات تشوفوا شي حل للشباب، راه غادي ضائع بهذا المغرب، هذا المغرب راه غادي ضايع الشباب ديالنا. باش نقول لكم الواقع انايا، هذاك النهار اسفي روح، دابا قنيطرة روح، كازا حشومه، علاش هادشي هذا؟ الشباب ما تيلقى فين يتلاها، تيرانات ما عندنا تيرانات، سد لنا كلشي، شنو تيلتجئوا الشباب؟ تيلتجئوا المخدرات، تيلتجئوا بزاف الحوايج باش يوقعوا هاد المشاكل هادي. المشاكل هادو كانوا الشباب يعني خدامين وكل ملاهي في شغله، ما نوقعوش في هادشي هذا. تنطالبوا السلطات والناس المعنيه ديال هاد المدينه هادي، ونظن في الشباب الاخوان الله يرحم لكم الوالد، بغينا الشباب يخدم، بغينا الشباب يعني يلقى يدبر على راسه، ما يبقاش الخوا الخاوي مشى للمخدرات، مشى بزاف الحوايج باش يوقعوا هاد الجرائم هاد. وكان الشباب معمر عقلو بشي حوايج كاع ما نوقعوا فيه. الله يرحم لكم الوالدين الاخوان، تنشكركم من هاد المربر. الله يرحم المرحوم، الله يعمر دار الدري هذا اللي مات، تنعرفوه يعني بالاعمال ديالو الصالحه مع الدراري كلشي. اللي سولتي على الدري هذا يقول لك الله يعمر دار، يعني السيره الذاتيه ديالو مع الاخوان ديالنا ولا الدرب، يعني راه الحمد لله السيره ديالو نقيه، الله يرحمه. الدري تقريبا شحال العمر ديالو اللي توفى؟ شكون في عمرو هذيك 30؟ لا قدي 28 29. مزوج ما مجوج؟ اختي مازال على الله مازال شاب مسكين. شنو بالضبط الخدمه ديالو؟ الشغل ديالو اختي عند اللاعب بالرواس. مجوج القهوه هكا؟ المهم واحد القهوه انا غير اكس كان خدام فيها، يعني راه كارسون وخدام والحمد لله مسك على الله، غادي مع عائلته هو اللي تصرف على عائلته، هو اللي مقابل امه ولا عندهم. واش كان عندهم بيناتهم شي حساب ولا شي حاجه؟ اختي والله ما نعرف، ما تيعرفوش، تقدر ما عمرو دابز مع حتى الدري هذا اللي مات، ما تيدابزش اختي، الدري درويش فهمتيني، وهذاك اللي قتلته هو كذلك. يعني هادشي تيكون راه عاودت لك شنو الاسباب منين جاي هادشي هذا، راه انا هضرت معكم اختي الاسباب شنو هو. هذه بنادم تيكون بطاله مخدرات ولات كثيرة عندنا في الأحياء الشعبية، تنطالبوا السلطات المعنية بالأمر تدخل، يعني راه حنا راه تنعيشوا واحد العيشة. لا إله إلا الله محمد رسول الله.